السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نديرو تمرين رقم جوج في السقوط الحر الرأسي باحتكاك. هذا التمرين الهدف ديالو كيفاش نستغل المنحنيات، يعني كيفاش اي منحنى نعرف نقراه من غير المنحنى ديال الدالة الاسية. غنخدمو على واحد المنحنى ديال تغير التسارع بدلالة السرعة، متفقين؟ دونك هاد التمرين كيهم كذلك اصحاب علوم رياضية بشكل كبير، لانهم في الامتحان الوطني كيركزوا ليهم على الانواع ديال هاد التمارين. وكنبداو نقراو التمرين. يسقط مظلي كتلته مع تجهيزه هي 100 كيلو، سقوطا شاقوليا بدءا من نقطة او بالنسبة لمعلم ارضي بدون سرعة بدئية، يخضع اثناء سقوطه الى قوة احتكاك الهواء، تعبيرها وf كيساوي ناقص kvg. هنا قالك نهملو دافعة ارخميدس. يمثل الميبيان جاذبية تغيرات التسارع مركز قصور المظلي بدلالة السرعة، متفقين؟ دونك هنا قالك بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية كتكتب على هذا الشكل، محددا تعبير أ و بي. دونك نعودو هنا، هذا الجسم هذا خاضع لثلاث قوى، خاضع ل بي، خاضع ل اف، وخاضع الاف ا. غير اف ا الشده ديالها مهمله، تبقى مهمله امام بي، امام الوزن، مهمله امام الوزن. في هذه الحاله كنهملوها، يعني كنحيدوها. دونك خاضع بي وزنه، نديرو الاحداثي ديال بي هو ام جي حسب ك، لانه غادي مع زد. اف قوه الاحتكاك مع الهواء اللي هي F كتساوي ناقص K فوا V حسب K. المعلم اللي غادي نخدمو عليه حنا هو OZ. نديرو بتطبيق قانون الثاني لنيوتن اللي كيقول مجموع قوى كيساوي كتلة الجسم في تسارعه، تبقى دونك نكتبو التعبير المتجهي بي زائد اف كتساوي ام ا. دونك نديرو بالاسقاط على المحور او زد. دونك عندي بي زد زائد اف زد على ام ا زد. دونك هنا بي زد هو الاسقاط ديالها والاحداثي ديالها، فهاد سميتو هي ام في جي. اف زد الاحداثي ديالها هو ناقص ك فور في كتساوي ام دي في على دي تي. تبقى دائما كما قلت لكم في الفيديو اللي سبق بلي كنشوف قدام هاد التغير السرعه واش كاين شي حاجه ما كاينش، يعني هاد الام خصني نقسم عليها. تولي دي في شوف دي تي كتساوي ام في جي على ام ناقص ك على ام فو في، كتبقى لي هي جي موان ك سوغ ام فو في، تبقى. دونك هنا ندير بالمقارنة مع التعبير اللي عطاوني. إذا عطاوني أن دي في على دي تي هي بي ناقص أ فو في. إذا في هاد الحالة بي هي جي، وحنا دائما نقول لكم شنو نديرو، و أ هي ك على ان، تبقى. دونك هاد دابا ندوزو السؤال الثاني اللي كيقول لك عين مبيانيا قيمتي كل من شدة مجال التقالة والسرعة اللحظية. دونك حنا غادي نخدمو عادي، خصكم تعرفوا هاد المنحنى كيفاش كيتقرا. دونك في هاد النقطة هادي، هاد النقطة هو التسارع البدئي، علاش؟ لأن السرعة في هاد اللحظة كتساوي زيرو، تبقين هاي السرعة في هاد اللحظة كتساوي زيرو. هاد النقطة هادي كنو هنا، هادي هي اللحظة فاش وصلنا للنظام الحدي، يعني هادي هي في ليميت، والتسارع كيساوي زيرو. نقولو مزيان، هاد النقطة هو التسارع البدئي لأن السرعة كتكون زيرو، وهاد النقطة هادي هي في ليميت لأن التسارع وصل للنظام الحدي، تبقين. دونك أ زيرو شحال كتساوي؟ مبيانيا جوج ربعة ستة تمنية عشرة،
هي 10 متر سلبو موند، متفقين؟ في ليميت هي 5، حنا عندنا كل 4 المربعات بخمسة، أقل كل 4 ديفيزيون كتعطينا 5 متر سلبو موند. إذا حنا غنحسبو كل ديفيزيون شحال كتعطينا من متر، يعني هنا ان ولا ندير لها هي في ولا ان. دونك ان باش نجبدو الفيتيس عطينا هي 5 على 4، 5 على 4 متر بار سكوند موند، يعني كل مربع كيمثل 5 على 4 ديال المتر سكوند. دونك غنحسب شحال عندي مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اذا 10 المربعات نضربها في 5 قسمة 4 وتعطينا الفيتاس ليميت ديالنا، هذه هي الفيتاس ليميت. دونك عطينا 20 على 4، 10 5 هي 25، دونك هي 50 على 4 هي 12.5 متر سكوند منزل، تقريبا. دونك هذه هي الفيتاس ليميت، هذه الطريقة كيفاش كنتعاملو مع المنحنى على هذا الشكل. دونك دابا ندوزو ونعلم ان ما السؤال قالك تبدا تجي في اللحظة او عند اللحظة البدئية راه في بزيرو كتساوي زيرو. اذا الا كانت في زيرو ايكال زيرو، في هذه الحالة غيولي عندي دي في على دي تي زيرو كيساوي ا زيرو كيساوي جي. اذا جي شحال هي؟ 10 متر سكوند موند، فاهمين هذيك؟ دونك هذا كيفاش كنستغل. قال لك هنا السؤال الثالث هو سؤال عادي تتميز الحركة السؤال الثالث يقول تتميز الحركة السابقة بالمقدار ك على ام، بالمقدار ك على ام، حدد وحدته واحسب قيمته من المبيان. دونك هاد ك على ام حنا غادي سيدي نعرفو بعد الوحدة ديالو. بالنسبة لهاد ك على ام إلا شفنا المعادلة لقيناها كتمثل لنا هي ا، هي اللي كتمثل ك على ام، متفقين؟ دونك بالنسبة لنا هو المعامل الموجب، لكن حنا خصنا نحدو البعد ديالها. لو بغينا نحدو البعد أو الوحدة ديالها ناخدو في النظام الحدي، قال مزيان في النظام الحدي، حيت في النظام الحدي غيبقى عندي بي ناقص أ في ليم كتساوي زيرو، متفقين؟ دونك في هاد الحالة غنجبدو أ، وين البعد ديال أ غتولي هي بي على في ليم. ونعلم بلي بي هو التسارع البدئي والوحدة ديال التسارع البدئي. دونك حنا نديرو هنا الأبعاد، الأبعاد غندير البعد غندير غير الوحدة هو المتر سكوند موند، والبعد ديال في ليميت هو المتر سكوند موند. دونك غتمشي ليا هادي مع هادي، غتبقى ليا هي سكوند موند. إذا الوحدة ديالها هي سكوند موند، يعني كتمثل هي المقلوب ديال طو. هادي معلومة خصكم تعرفوا بلي هاد ك على أم دائما كيمثل المقلوب ديال 1 على طو في حالة كان عندي الرتبة 1 ديال السرعة، يعني في أس 1. دونك كيفاش غنستغلها مبيانيا، كيفاش غنجبدها مبيانيا؟ حنا كنعرفو مبيانيا هي كتمثل لينا هاد القيمة، كتمثل هي المعامل الموجه. دونك غناخدو أ، كيفاش غنجبدها مبيانيا؟ ناخد هاد النقطة اللي هي 10 مع 0، متفقين؟ 10 مع 0، ونمشي لهاد النقطة ديال في ليميت اللي هي اللي كتمثل التسارع فيها 0 ولكن السرعة فيها تقريبا 12.5، متفقين؟ دونك في هاد الحالة تولي هي ناقص 10، لهنا كتمثل ناقص أ، هذا ماشي أ، هي ناقص 10 على 12.5. إذا أ كتمثل هي 10 على 12.5 سكوند موانز. تولي درت ناقص لأن الدالة تناقصية، يعني المعامل الموجب كيكون سالب. دونك دابا ندوزو للرابع، السؤال الرابع قالك احسب قيمة ك. دونك نحسبو قيمة ك، عندنا بلي أ كتساوي ك على أم، هادشي كيكافئ بلي ك كتساوي هي الكتلة في أ. دونك هي أم هي 100 كيلو، نضربها في أ اللي هي 10 على 12.5 وتعطينا هي المتر، هي الكيلوغرام سكوند موند. دونك هذا تمرين كيدوي على كيفاش نستغلوا المنحنيات
ونتمنى انه يكون فادكم. بالنسبه للتلاميذ ديالي هذا التمرين هو التمرين 6 اللي كاين في السلسله ديال السقوط الحر.